السلام عليكم ورحمة الله. لاحظوا يا أطفال، أمامكم سمكات. لون أو لونوا ثلاثة سمكات حمراء. لونوا ثلاثة سمكات حمراء. يلا. نعم، تبعوا نلونوا مع بعض. هذه سمكات حمراء. هذه حمراء لونها هذه بالأحمر، وهذه نلونها بالأحمر. إذن طلب منا تلوين ثلاثة سمكات حمراء. واحد، اثنين، ثلاثة. الآن باللون الأزرق الأخضر، خذوا اللون الأخضر ولونوا سمكات بقدر السمكات الحمراء. قلنا ما هو عدد سمكات الحمراء؟ ثلاثة. نعم، إذا كم سمكة تلون بالأخضر؟ نعم جيد، نلون ثلاثة. قلنا ثلاثة سمكات بقدر سمكات الحمر. إذا نأخذ اللون الأخضر ونلون ثلاثة سمكات حمراء خضراء. عفوا، نلون خضراء. إذا انظروا السمكات الخضراء بقدر السمكات الحمراء، ونستطيع أن نقول أيضا السمكات الحمراء بقدر السمكات الخضراء. بقية السمكات لونوها باللون الأصفر. خذوا اللون الأصفر يا أطفال ولونوا بقية السمكات باللون الأصفر. يلا أسرعوا، لونوا بقية السمكات يا أطفال باللون الأصفر. إذن لوننا بقية السمكات الصفراء، بقية السمكات باللون الأصفر. الآن ما هو عدد السمكات الصفراء؟ يلا فكروا وحسبوا، فكروا وأجيبوا عن السؤال. عدد السمكات الصفراء هو، هيا نحسبوا مع بعض أطفال. واحد، اثنان، عفوا هذه خضراء، هذه السمكة خضراء. إذا الصفراء تبدأ من هنا، ها هي الصفراء. إذا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة سمكات. إذا ما هو عدد السمكات الصفراء؟ عدد السمكات الصفراء هو، نعم، تسعة. عدد السمكات الصفراء هو تسعة. انتبهوا، لاحظوا يا أطفال، عندنا هنا رقم ستة أو العدد ستة. انظروا، واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ستة، احسبوا معي يا أطفال مع بعض، نحسبوا واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. تسعة، نفس الشيء هذا رقم ثمانية، نحسبه واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. عفوا، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. عفوا عفوا، سوينا واحد زيادة هنا. لاحظوا، نعود الحساب مع بعض لهذا الرقم. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية. ثمانية. الآن هنا العدد سبعة لنتحقق. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. إذا انظروا يا أطفال، عندكم أرقام ستة، تسعة، ثمانية، سبعة، وعندكم كؤوس، في كل كأس سيالات أقلام. إذا أربطوا كل كأس
بالبطاقة المناسبة أو بالعدد المناسب. يلا نبدأ بالكأس الأول. لاحظوا، احسبوا جيدا ثم اربطوا بسرعة. نبدأ بالكأس الأول. نصحح يا أطفال، نحسب مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7. إذا هذا الكأس نربطه بماذا؟ نعم جيد، نربطه بالعدد 7. ها هو العدد 7. 7 أقلام في هذا الكأس نربطه بهذه البطاقة 7. الآن الثاني، لاحظوا واكتبوا، اربطوا عفوا بالعدد المناسب بسرعة. نحسب مع بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذا 9 نربطه بماذا؟ نعم نربطه برقم 9 أو بالعدد 9. إذا ها نربط هذا الكأس بهذا العدد 9. الآن الكأس الموالي، احسبوا واربطوا بسرعة. نعم نحسب مع بعض. 1 2 3 4 5 6. إذا نربطه بماذا؟ نربطه بالعدد 6. نبحث عن العدد 6، ها هو. إذا نربط هذا الكأس بالعدد 6. الآن الكأس الأخير يا أطفال، احسبوا واربطوا. نصحح. 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا نربطه بماذا؟ نربطه بالعدد 8. إذا انظروا في الكأس الأول، لاحظوا 7 أقلام. في الكأس الثاني 9 أقلام. في الكأس الثالث 6 أقلام. وفي الكأس الأخير 8 أقلام. تبعوا أمامكم زهرات، انظروا زهرات، وكل زهرة فيها عدد. هذه الزهرة فيها عدد 8، وهذه الزهرات العدد 6، وهذه الزهرة مكتوب عليها العدد 9. إذا في كل زهرة خشيبات، داخلها خشيبات. أنتم أكملوا عدد الخشيبات حسب العدد المكتوب في ورقة الزهرة. يلا عندك 8، يجب أن ترسم 8 قريص، عفوا 8 خشيبات بسرعة. نصحح. إذا عندنا في البطاقة مكتوب 8. انظروا سنكمل الرسم. الرسم يجب أن يكون عندنا 8 خشيبات داخل هذه الزهرة. إذا 1 2 3، عندنا 3 فقط. إذا سنكمل الرسم. 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا انظروا أضفنا 5 زهرات. 1 2 3 4 5 زائد 3 يساوي 8. إذا ننتقل إلى الزهرة الثانية. انظروا على ورقة الزهرة مكتوب العدد 6، وأنت على الزهرة عندك خشيبتان فقط. أكمل عدد الخشيبات حتى تصبح 6 خشيبات. أكمل الرسم. نصحح. قلنا طلب منا أن نكمل الرسم العدد 6. إذا يجب أن يكون 6 داخل 6 خشبات داخل الزهرة، وإحنا عندنا 2 فقط. 1 2 نكمل الرسم. 1 2 3 4 5 6 6. إذا رسمنا
واحد اثنان ثلاثة أربعة، رسمنا أربعة، أربعة زائد اثنان يساوي ستة. الآن لاحظوا ورقة الزهرة مكتوب فيها العدد تسعة، أكمل الرسم. نصحح يا أطفال، انظروا قلنا العدد تسعة ونحن عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة فقط، إذا نكمل الرسم حتى يصبح تسعة خشيبات. إذا نكمل، قلنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. إذا انظروا كم رسمنا، رسمنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة زائد أربعة يساوي تسعة. تبعوا أطفال، سنكتب كل الأعداد التي تعلمناها. إذا قلنا واحد اثنان، انظروا، ثلاثة، أربعة، هكذا كل الأعداد تكتب على السطر، ما كاش عدد لي يكتب تحت، عفوا تحت السطر. إذا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة، انظروا، ستة سبعة ثمانية، انظروا، تسعة. إذا نقرأ مع بعض الأعداد، لاحظوا، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة. اكتبوا هذه الأعداد في الكراسة يا أطفال وعلى الألواح. قلنا الأعداد تكتب كلها على الخط الرئيسي، ما كاش عدد يكتب تحت الخط، كلها تكتب فوق الخط الرئيسي. إذا اكتبوا هذه الأعداد في كراستكم وقرأوها طبعا. إلى اللقاء، إلى فرصة أخرى إن شاء الله.